اصل انا مستحلف لهم الثلاثه دلوقتي. مرحبا كابتن طلعت، مشرفنا ومنور بوجودك يا حبيبي. انت خريج ايه؟ تجاره عين شمس. تجاره عين زمل. ايوه في ليفل. امسك المايك. خريج ايه؟ هندسه ميكانيكا. اوكي. عطيه؟ لا تجاره عادي يعني. ايه تجاره عادي؟ ايه عادي؟ انا خليك تجاره برضو على فكره ومذيع قد الدنيا. يعني حاجه التجاره دي حاجه كويسه جدا للشعب يعني. مين؟ بالنسبه للشعب. لا 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 لا، ما هو ده فكر خاطئ تماما. مش عارف بس كل خريجين تجاره مش شغالين. الموضوع اللي قبل الرياضه. طيب حضرتك ايوه عندك كام سنه؟ 8 اللي جاي 34. طب انا عايز اسالك سؤال هنتكلم بقى بمنتهى الامانه. معلش سيبك من الرياضه دلوقتي، من الفقره اللي انت جاي تزحها دي. تمام. وانت عندك 50 سنه انت دلوقتي ترينر شاطر وناس بتجيلك وبتشتغل في اهم جيم في مصر مانجر فيه او مدير فيه، وانت عندك 50 سنه هتشتغل ايه؟ ذا سيم، نفس الفكره. هو ما هو كل مهنه ليها تدرج وظيفي. في نوعين من الاشخاص، في شخص بيشتغل موظف هو اللي عاجبه فكره انت الفلوس. ما انا هحكي لك موظف دي بمعنى ايه؟ انه مبسوط بالقرشين اللي بياخدهم، ما عندوش كارير باس او ان هو يبص الطريق يمشي فيه. ما فيش حد كده. لا، في ناس كتير قوي في مجالنا بيبقى هو عاجبه الخانه اللي هو فيها، وفي بني ادم تاني بيفكر انا عايز اطلع لفوق، عايز اطلع في تدرج وظيفي. يعني انا دلوقتي مدير فرع مثلا، ده اللي حاصل دلوقتي. بعد شويه ممكن ابقى دايركتور على فروع كتير، بعد شويه ممكن ابقى سي او. يعني ليها تدرج، والسي او ده عنده 60 سنه ولا 50 سنه، ما هو برضه نفس القصه. لو سمعك دلوقتي بنكست كده نكست ستيب، نفسي افتح مجال بتاعي. ده بروجكت بتاعي. انت عايز تفتح الكارير. الجيم بتاعك بالظبط كده. طلعوتي معروفه. فهو طلعوتي. هاي هاي. متخيل بقى انت حاطط صورتك كده وسامي الجيم وجنبي طلعوتي. طلعوتي للتخرج من جميع الكروش وترهلات. يرحب بكم. طيب يا فليفل امسك المايك، اوعوا حطوا لنا الفيسبوك والانستجرام بتاعهم وهم بيتكلموا. انت خريج هندسه ميكانيكا. طب ليه ما اشتغلتش في الهندسه يا ابني؟ اشتغلت شويه بس حسيت ان انا مش مرتاح. ليه بقى؟ احب اعرف بعد اذنك. لا يعني ما يعني حاجات كتير اتحشر في السؤال. قول. حسيت ان انا مش مميز، حسيت ان انا مش الحته دي مش حتتي، حسيت ان انا مش يعني بخلص مثلا بشغل. قعدت تذاكر هندسه ميكانيكا والله كنت بنجح في العافيه. خمس جبت كام في الاخر؟ مقبول؟ جيد. جيد. خمس سنين وخدت دروس خصوصيه صح؟ لا كنت شاطر. كنت شاطر، اذا كنت شاطر. انا وقعتك في الكلام اهو. شركات السيارات العالميه الالماني مثلا ما رحتش ليه تشتغل فيهم يا حبيبي؟ ما انت اقنعتني. لا استنى بس. خلاص ساب المهنه دي بكره. بس انت دلوقتي لما تروح تشتغل مهندس ميكانيكا في شركه من شركات السيارات اللي عندنا في مصر الالماني وتبقى شاطر، هيروحوا واخدينك المانيا تعمل تريننج على حساب الشركه. هترجع هتبقى في الشركه خلاص. ودلوقتي ابتدوا يفتحوا مصانع في مصر لانتاج هذه السيارات. فمثلا الكاتيجوري المفروض اقل منها شويه العربيات الفرنساوي، هتبتدي برضو تفتح في مصر لانتاج السيارات. فانت في الالماني في اللي اعلى خلاص. بتاخد مثلا 1000 جنيه في الشهر سنتين ثلاثه، خدت اكسبيرينس. الشركات الفرنساوي ما تفتح هيروح طالبينك. الثلاثه دي هتبقى 6000 جنيه. انا بديك اكزامبل. ها بعد كده فتحت شركات صيني فهي الكاتيجوري بتاعها اقل، فهتبقى بتبص للناس اللي بيشتغلوا فين، في الالماني وفي الفرنساوي، هتروح واخداهم ببوست اعلى. هي هو كده. ومع ده انا بكلمك عشان ومع ده انت هتشتغل ترينر في الويك اند، او هتشتغل ترينر بالليل بعد ما ترجع من الشغل كترينر برايفت، بيجي لك العملاء مخصوص ليك. ايه المشكله في كده؟ اقول لك على حاجه استنى بس خليها كام. يعني ما ده الكلام اللي كل الناس بتقوله لي. يعني انا ما لقيتش فرصه بصراحه كويسه. يعني انت قدمت؟ لا ما كنتش عارف ان الموضوع ده موجود حاليا. ما تعرفش ان في مصانع عربيات دلوقتي بتصنع عربيات وبتجمع عربيات بدأ لسه بادئ دلوقتي بقالهم فتره. طب يلا روح قدم. حاضر. يعني دلوقتي يعني اقوم امشي. كنت هتقول ايه يا طلعت؟ بص انا مؤمن بحاجه، يعني يمكن الموضوع بالنسبه لي كان اجبار بمجموع فوداك في حته ان انت بقى خريج او اتخرجت من تجاره بناء على التنسيق بتاعك. فهو مع يعني اغلبيه الناس اللي بتتخرج من جامعات بغض النظر عن جامعات القمه ان هو باختياره،
في ناس كتير جدا بتبقى مجبره بسبب مجموعها ماشي معاك معاك، بس هو هو داخل هندسه بمزاجه تمام. انا بتكلم على الكيس بتاعت انه شعبه التجاره واغلبيتنا دخل احنا كنا حاطين حاجه ووصلنا لحاجه. اوكي اوكي عشان انا مؤمن بشيء واحد حتى لو كان هو هندسه، انه البني ادم لما بيحب شيء بيعرف يكون كرييتيف فيه او يكون أيوة. منتج فيه، بس في فبالتالي بيمباكت عليه في سنه ممكن يشتغل حاجتين او ثلاثه على فكره. اوكي يعني في السن في العشرينات انت بيبقى عندك طاقه غير طبيعيه، فممكن تشتغل وتطلع من هنا تروح هنا وتطلع من هنا تروح هنا، ده الطبيعي. انا في العشرينات كنت بعمل، اذا كان انا عندي 50 سنه ولسه بعمل كده. ايه لا عادي يعني، مش التجاره بالنسبه لي انا كنت حاسس ان انا مش احسن حاجه في الحسابات، وانا كنت قسم محاسبه. سيبك بقى من التجاره، سيبك من التجاره. امال اعمل ايه انت دلوقتي جنب الشغل بتاعي؟ انت شغلك من الساعه كام للساعه كام؟ من 8 ل 5، 8 الصبح ل 5. وبعدين بروح يجي في ساعتين ولا حاجه، فبتبقى الساعه 8 ولا 8 ونص. اوكي بنام يعني. طب انت ما شفتش مثلا جنب الشغل بتاعك اي مكان ممكن تشتغل فيه فتاخد بريك من الشغل بتاعك، تريح كده ساعه وتروح على الشغل التاني مثلا 3 4 ساعات، حاجه ليها علاقه يعني انت تنفع في السيلز في المحلات البراندز الكبيره؟ وعلى فكره ليه علاقه بالتجاره وقسم المحاسبه؟ لا، انت ممكن تقف تبيع هدوم. استنى بس، في براندز كتيره دلوقتي عندنا في مصر فاتحه، براندز عالميه، انتوا عارفين اساميها ايه، زارا وفيرول جان الحاجات دي. انت بشكلك ده، بشعرك اللي انت عامله في نفسك ده، انت لو رحت هناك، وفي الغالب برضو المديرين بتوعهم مش مصريين في حتت كتيره، هيشوفوك اه الواد ده كويس، اديله شيفت تاني، اديله مش عارف ايه، وديه يتدرب اكتر، خليه يبتدي يعمل الويندو بتاع المحل، خليه، لا بقول لك احنا عندنا كورس، خلي في الخمسه دولت هيطلعوا يعملوا كورس بره ليه علاقه بالبراندنج وبلا بلا بلا، وتبتدي انت تخش تشوف بقى تدرس على اليوتيوب والكلام ده. ايه ماشي، بس هو انا بالنسبه لي يعني كمان وجهه نظر ان انا لو ركزت في حاجه واحده، بحيث ان انا لو وقتي بدل ما اقسمه هنا وهنا هقسمه في مجال واحد واستفيد فيه انا اكتر. انا ما قلتلكش تسيب الجيم. مش هسيبه، مش هسيبه، ما انا لو انا هشتغل في مكان ومكان ممكن هقسم مجهودي، طبيعي جدا ان انا شغال في مكان سواء هنا او في اي مجال هقسم مجهودي هنا وهنا. طب ايه المشكله؟ مش هتبقى بالنسبه لي انا احسن حاجه، يعني مش هعرف افصل. طب ما انا بشتغل بعمل برنامج تلفزيون وبعمل برنامج راديو وبعمل الحاجه اللي بعملها، وقبل كده اللي هو المنتجات المصريه، وقبل كده قعدت 18 سنه بصنع، وانا بشتغل في الاعلام بصنع اساس وبفرش بيوت ناس وبصدر. بس دي تقريبا كلها نفس يعني. لا مش كلها نفس، كلها نفس ايه؟ انا كنت مذيع من سبع يعني راديو مثلا او حاجه. طب ماشي الراديو والتلفزيون ماشي. طب والجاليري اللي كان عندي ده والتصنيع اللي قعدت فيه 18، انا لسه قافله من 3 سنين. كنت كل يوم كنت هوا، بخلص الهوا اروح اقعد في الجاليري، بعد كده انزل الورش في باب النصر وباب الفتوح، وبعد كده اطلع عند المهدي هبقى ايه، يعني هي الحياه كده اصلا. فاهم قصدي؟ انا فاهم والله، بس احنا شغلنا بيقعد اكتر من 8 ساعات اصلا يعني، فما بيبقاش في حته وقت يعني، احنا بنقعد اكتر من 8 ساعات في الشغل. ايوه بس هو احنا ربنا خلقنا نشتغل اكتر من 8 ساعات. ما احنا تمام ماشي، بس احنا يعني احنا بنروح بنوصل في ميعادنا مثلا 8، احنا ممكن نخلص 8 بالليل عادي او 9. ده مش هو ده حاصل على فكره. احنا شغلانتنا انت كل ما بتقعد ساعات اكتر بيبقى عندك لاينز اكتر، بيبقى عندك داتا اكتر، فده لو هو ركز في شغله في قعد 10 ساعات هيمباكت عليه بفلوس زيها زي اللي هو ممكن يشتغل بيها شغلانتين. اه بس الثانيه شغلانه ثانيه خالص بتجيب له فلوس ثانيه خالص، فانت كده بتبقى ايه ماسك حاجتين في ايديك. بس لما تيجي تبص لها في الحاجتين، لما هتيجي تبص لها البراندز الهدوم الحريري اللي انت كنت بتتكلم فيها، هي نفس فكره انه الكارير بتاعه هيبقى ايه؟ لا ما انا اقول انت ما فهمتش كلامي بقى. لا ما انا فاهم، هي نفس القصه. لا احنا لو ركز لا لا في مجاله هيبقى برضه نفس القصه. هقول لك حاجه بقى، لما يشتغل في البراندز دي ويعرف خداياهم ويعرف طريقه الارينجمنت، بيوضبوا المحلات ازاي، ها، وبيرصوا الحاجات ازاي، والحاجات بتاعتهم دي بيصنعوها في بلاد ايه، ويبتدي يعمل كونكشنز، بعد 5 6 سنين هو ممكن يفتح يعمل محل بتاعه. ويعمل براند بتاعه. صح. اللي عايز يفكر ما ممكن يفتح الجيم بتاعه، وممكن يفتح الجيم ممكن يفتح الجيم بتاعه ومحل الهدوم بتاعه. صح. فده بيعمل له دخل وده بيعمل له دخل. صح صح صح.
الفكر ده فكر اوروبي اكتر كمان، فكره ان هم بيشتغلوا كذا حاجه في نفس لا الوقت. لا ده فكر يعني ايه فكر اوروبي؟ يعني الناس اللي عندها فرصه السفر بيبقى هو محطوط فكره ان انا بقدر اشتغل الصبح. طب اشمعنى بقى لما بتسافروا بره بتعملوا كده وهنا لا؟ عشان هدفه بره جني الفلوس، يعني هو هدفه بره ان هو مسافر لفتره ما. طيب خلاص يبقى هنا بقى ما تشتكيش، لان انت كده مش هدف. انا اشتكيت ولا هم اشتكوا؟ لا لا استنى بس، ما في غيركم ممكن يشتكوا. يعني انت هدفك هنا مش جني الفلوس، انت هدفك هنا انت ايه؟ عايز شغل وعايز نص اليوم تتدلع. اوكي صح كده؟ لا مش كده، مش كده، ما فيش كده. بس يعني انا بتكلم على فكره التركيز في كارير واحد. انا شايف انه لو بني ادم بيحب الحاجه اللي هو بيعملها، هي حتى لو كانت المرتب مش كبير، بس مع مرور الوقت هو كده هيكبر. صح. لان هي منفعه متبادله. انت بتحب الحاجه فتكون مخلص ليها وبتقدر بتطلع فيها كل طاقتك، هت امباكت او هترجع عليك في الاخر بان فلوسك بتكتر. فهي دي النقطه. احنا جايين نتكلم في ايه؟ انا هنا المذيع اللي حدد يا حبيبي. هو واقف على ايدي ضيع رجليا بس. هو واقف على ايدي، هو واقف على ايده، مفيش دعوه. لا ده ما بيعرفوش حاجه، غلابه. قول لنا الورق اللي في ايدك ده فيه ايه؟ معاه برشامه حقيقه؟ معايا يعني يعني بكتب كده فيها شويه ملخصات. وريني خطك كده اهو، هات كده، مش هتشوف حاجه وربنا. ايوه اتفضل اتفضل. انا اقعد اقعد على هقرب منها. لا طيب اتفضل. بقول لك يا طلعت، ايوه ايه انواع الدهون؟ ففعلا انت جاي، انت بتراجع لي او انا عندي امتحان بكره؟ طب انت عندك نوعين من انواع الدهون. في حاجه اسمها دهون حشويه، دي اللي هي الكلمه كده بقت حشويه على قطعه بالبحش. دي دهون ايه؟ الدهون الحشويه، الحشويه دي اللي بتكون متراكمه داخل تجويف البطن وعلى الاعضاء الداخليه، على الكبد، على الكبد والكلى، وممكن يبقى في ناس عندها نسبه دهون موجوده على القلب. دي اسمها الدهون الحشويه. اضرارها ايه ومشاكلها ايه لما بتزيد في الجسم؟ بتودي ان انت عندك ناس بتبقى عندها عرضه ان يبقى عندها سكر، ناس عندها ضغط، ناس عندها كوليسترول عالي، وبيزيد كمان فكره ان ناس بتجي لها امراض قلب. فدي اضرار الدهون الحشويه. في جزء تاني بقى ليها دعوه بالدهون اللي بتبقى متراكمه تحت الجلد. ايه دي بقى؟ دي الشائعه بقى ما بيننا كلنا، المتراكمه تحت الجلد اللي هي بقى المناطق بتاعتها. عندنا حوالي 5 مناطق. انا مكتوب عندي هنا، ما انا ما لا هقرا كده وانا هقول هسمع لك. الارداف. عندك عندك اول جزء هناخدها من تحت لفوق، الفخذين والارداف، وعندك الظهر والبطن، وعندك كمان الدراعات. فدايما في ناس بتيجي تشتكي تقول انا عندي دراعاتي بخس من جسمي كله. سمنه موضعيه. صح، سمنه موضعيه بالظبط. دي كل المناطق احنا اتكلمنا فيها، دي مناطق تخزين الدهون في الجسم. تمام، فيها فروقات فرديه ما بين كل شخص والتاني. في حد ممكن يكون عنده تراكمات الدهون دي في الفخاذ اكتر ما في الجزء الفوقاني او الابر بودي. في ناس تانية ممكن تكون عندها تراكمات او بتخزن فيها مناطق تخزين الدهون في الدراعات او في الصدر او في البطن اكتر من النص التحتاني. دي فروقات فرديه ما بين كل حد والتاني. ايه هي بقى اسبابها؟ تعال نتكلم على حته اسبابها شويه. اللي انت كاتبه ده مش مهم، ما تشغلش بالك، انا دي حاجات تخيل هو كاتب ايه؟ ما بطقش المذيع. ينفع كده؟ حتى عيب عليك يا اخي. ده حبه نفسيات من جوه طلعت في الورق. كمل. طيب تعال نتكلم عن اسبابها. اسباب اصلا تراكم الدهون دي ايه؟ اول سبب بتبقى اسباب ليها دعوه بالجينات، يعني وراثة. ممكن وراثه. ممكن تكون الام كده فبتبقى البنت طالعه بنفس طبيعه شكل الجسم. ممكن يكون الاب عنده تراكمات دهون في بطنه فبطبيعه الحال الولد ممكن يطلع وراثيا طالع ليه. فده جزء ليه دعوه بالوراثه. جزء تاني ليه دعوه بالتقدم في العمر. احنا كل ما بنكبر كل ما معدل حرق جسمنا بيقل. ما عدا انا. ما بس انت لسه قاعد في العشرين. عندك جزء تاني ليه دعوة بالنوع، يعني إن كان ذكر أو أنثى. المعروف عن قصة الدهون دي أكتر بتبقى عند الستات، تراكمات الدهون وتخزين الدهون بيبقى أعلى شوية من عند الرجالة. ليه؟ خصوصا كمان بالبند اللي احنا هنتكلم فيه أو الجزء اللي هنتكلم فيه بعديها ليه دعوة بالهرمونات أو هرمون الاستروجين. بما إنه هو عالي عند الستات هو بيبقى قابليه او جسم الست بيبقى عندها قابليه لتخزين الدهون اكتر. طب انت هنا كاتب حاجه مهمه قوي. قول لي. اضرار زياده الدهون الحشويه. ما انا قلتها في الاول. انت قلتها السكر وامراض القلب والضغط وتوقف قلتهم. ايه توقف التنفس؟ بيبقى في ناس عندها عرضه كمان ان هي يحصل لها توقف في النفس اثناء النوم. تعرف النفس ده حاجه مهمه جدا. معروفه. طبعا. طبعا.
طب نرجع تاني لنقطة العمر، سوري للنوع. زي ما قلت لك كده ان الستات عندها عرضة لتخزين الدهون اكتر من من الرجالة. حتة كمان ان الرجالة اكتر حتة بتخزن فيها هي منطقة البطن او العوامة يعني. حتة بتاعت الوسط دي كاملة، دي اكتر حتة بتبقى عند الرجالة مميزة فيها. والستات اكتر حتة بتبقى طبعا النص التحتاني الرجلين بالارداف، بتبقى دي اكتر منطقة متخزن فيها. تيجي حتة الهرمونات او ده السبب الثالث الموجود، انه كل ما معدل الاستروجين في جسم البني ادم سواء راجل او ست بيزيد، كل ما معدلات التخزين الدهون في الجسم بتعلى. تمام؟ فدي تقريبا كل الاسباب المتعلقه بفكره ان الناس او نسبه الدهون او التخزين في الجسم بتعلى. طيب في الحته دي بقى ان الناس بتشتكي انا دراعي كل ما بعمل رياضه جسمي كله بيخس، ما عدا دراعي بتفضل زي ما هي. انا جسمي كله بيخس بس الارداف عندي بتفضل زي ما هي. هو الفكره في ان جسمك لما بتيجي تعمل رياضه او تعمل مجهود الدهون كلها بتخس من جسمك كله، بس انت ما بتحسش ان نسبه الدهون بتنزل من المنطقه اللي متركز فيها الدهون، لان كميه الدهون فيها بتبقى عاليه قوي، فنزولها بالنسبه لك بالعين بتبقى بطيئه عن المناطق اللي فيها نسب دهون اقل. فلذلك انت بتحتاج تشتغل على مناطق تخزين الدهون دي اكتر، سواء تمارين، التمارين هدفها انها تشد الجزء اللي فيه دهون اكتر، مش تحرق الدهون، لكن بتشد المنطقه اللي بيبقى فيها متخزن فيها نسبه دهون اكتر. اوكي. حرق الدهون نفسه مرتبط بحاجتين، كالوريز انتيك او سعرات حراريه داخله، وايفورت مبذول او هو المجهود اللي انت بتعمله في الرياضه زي الكارديو او الجري او المشي او العجله او الكلام ده. دول الحتتين اللي يخلوك تحرق الدهون اكتر. اوكي. طب انت ليه كنت ماسك بقى البرشامه دي؟ لا ما هو ريمايندر تذكره. شوف خلصت لك ازاي؟ طالب نجيب انت. هذا اغنيه؟ يلا بينا. اللي الجميله حبيبه قلبي والله بحبها جدا جدا ماي كساب. هنسمع ماي كساب، شيل ده من ده لماي كساب، وبعد كده ناخد فاصل ونرجع بقى تلعبوا الرياضه بتاعتك. يلا بينا. مزيكا. شيل ده من ده يرتاح ده عنده، وكفاية غيرة حيرة وما عنده، وانا من النهاردة مش ممكن ارضى تعلي صوتك تاني. شيل ده من ده يرتاح ده عنده، وكفاية غيرة حيرة وما عنده، وانا من النهاردة مش ممكن ارضى تعلي صوتك تاني. ياما شفت منك ياما ياما، قلبي عاش مجروح، يلا روح بألف سلامة، يلا سكة اللي روح ناسي إن عندي كرامة وإنت وجعتهالي. شيل ده من ده يرتاح ده عنده، وكفاية غيرة حيرة وما عنده، وأنا من النهاردة مش ممكن أرضى تعلي صوتك تاني. غلطة جامدة والله أسفة، مكسوفة من قلبي حتة كسفة، ظلمت روحي ولا يمكن أصفى لقلب قاسي أناني. غلطة جامدة والله أسفة، مكسوفة من قلبي حتة كسفة، ظلمت روحي ولا يمكن أصفى لقلب قاسي أناني. فاكر كنت إيه في الأول، فاكر لما كنت بعيد بدموعك حلفت هتعمل اللي ما يتعملش اكيد. هي الناس كده بتتحول لما الحاجة تيجي في الايد. شيل ده من ده يرتاح ده عنده، وكفاية غيرة حيرة وما عنده، وانا من النهاردة مش ممكن ارضى تعلي صوتك تاني. اوفا. اتكلمنا كتير قبل الفاصل بقى، ودخلنا معاهم في الشغل بس هم اقتنعوا شويه تقريبا. تقريبا
والله يعني مش قوي سؤال الغاز الطبيعي ايه؟ دي الحاجه الوحيده اللي هشتغل فيها. دي الحاجه الوحيده يكسب ذهب. طب قوموا العبوا رياضه. هتلعب الاول استنى اقعد هنعمل هتلعب ايه؟ هنعمل تمرين اللي هي فانكشن تريننج اللي هي التمرين بتشغل كل عضلات الجسم. زمان ما كانش في الحاجات دي صح؟ دي حاجات حديثه. كل فتره على فكره بتطلع حاجه مختلفه عن الرياضات اللي متعارف عليها زمان. هو بتبقى حاجه مشتقه من فكره الجيم برضو. هدفها في الاول وفي الاخر هو كسر الروتين يعني. بس اللي انتوا بتعملوه ده ايه؟ زومبا على ايروبكس هي يعني بس يعني مش زومبا از زومبا بس. امال هالزومبا بقى ان شاء الله؟ لا يعني مش دانسينج. انا قصدي ان هو مش دانسينج يعني. بس في حركات ممكن تقلبها دانسينج على مش قوي. انا بقى دلوقتي صدق فعلا في حركه تنفع يعني. حركه تنفع على فكره النهارده هتعملوا تويست يقعدوا يرعشوا كده هتوسطهم. قوم يا ولد. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. شرفتونا ونورتونا وانستونا وبهدلتونا. شكرا يا طلعتي حبيبي. شكرا. وانا مستني جيم طلعتي تخسيس الكرش. خلاص خدته براند خلاص الموضوع انتهى حبيبي. بص ده اللي انا هعمله. جيم طلعتي يرحب بكم. شكرا في الليف العطيه. نورتوا يا اولاد. اهلا وسهلا بيكم. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده في حلقه نهايه الاسبوع. بكره الجمعه اجازه البرنامج. نكون معاكم على خير في نفس الميعاد يوم السبت. شكرا لكم. باي باي.